لازم ما استهي. ثواني شباب، اسرع افهمكم السالفه كامله. ها اي كيفكم وياي؟ يعني انا حرفيا قعدت من النوم اسرح مثلكم القصه. انا حرفيا كنت نايم، فزيت من النوم ارد اصبغ شعري. شباب ارد اصبغ شعري، ممكن احد ارد اصبغ شعري. حرفيا قعدت من النوم ما اعرف حلمان ما اعرف شنو، بس ارد اصبغ شعري. وش اسوي؟ اقوم واروح للحلاق واقول اصبغ لي شعري. الحلاق انصدم، قال لي ايش بيك زعلان ضايج مش ليش اللي تصبغ شعرك؟ قلت له ارد اصبغ شعري يا اخي. انا لما قعدت اخذت قرار انه انا ما ارد اصير انسان طبيعي، يعني ارد اصير حيوان، ما ارد اصير بشر طبيعي شعري حاجه والله. وسويتها ووراها خبرت امي كاميرا، قلت لها ها يوم شو رايك؟ امي قالت لي ليش ابني؟ هنا عرفت انه انا مسوي شيء غلط. طبعا اريدكم تحزرون يا لون، لانه انا كان ببالي لونين ازرق واحمر. شباب لا حد يغلط، ادري مو منطقي، شنو ازرق شنو احمر. المهم اريدكم تحزرون، بس قبل ما اشوفكم اريد اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا، ان شاء الله زينين وياكم. اي برنامج جاي لكم مقطع جديد. قبل ما نبلش المقطع يا اخوان، قبل ما اشوفكم شعر اريدكم تحطون احلى لايك، واحد مخال لايك يفجر ام اللايك، واهم شيء يشترك بالقناه اذا ما كان مشترك. نريد نوصل مليون المشترك، ونريد نوصل هذا المقطع 100,000 لايك يا اخوان. اوكي هسه جاهزين تشوفون شعري؟ أنا اليوم ناوي أخذ ردة فعل أصدقائي على شعري. ردة فعل أصدقائي على شعري. ردة فعل بابا على شعري. لغوا الرحلة ورجعوه، أنا لازم. شو سوى بالرحلة؟ أنا أريد أشوف أبوك شو قال وين. أي شيء بابا ما تزعل مني تمام؟ ما راح يزعل منك الدلل. ما بتزعل مني؟ اي شيء عملته مثل ايش يعني؟ لا وعدني. شوف النظرة مال ابوه، النظرة مال واحد يا اخي حرامات، يا اخي حرامات، نظرة مال خيبة امل. يا اخي والله انطرشت، والله ما كنت داعي داس مع يا اخي. مالك مزوج؟ لا حلو ماكو ردة فعل، والله حلوة اوكي. لا عاد اذا هيك انا شكلي حخابر ابويا كاميرا ورا ما، لا يمكن ما اسويها. اوكي يا اخوان جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 توقعتوا شنو اللون صح؟ اللون هو مو ازرق ومو احمر. I get those goosebumps every time you come around. يعني ام التهور، ما ادري انا ليش سويت هيك، والله ما اعرف ليش سويت هيك يا اخي، ما ادري. شوف هو صراحه عاجبني، اوكي ما ادري ليش عاجبني، بس ليش هسه ايش راح اسوي؟ راح اخابر اهلي كلهم واخذ ردة فعلهم. دقيت على اهلي وكلهم نايمين ما حد يجاوبني. خل اشوف اصدقائي، ليش ما اشوف اصدقائي؟ كمان خل اشوف صديق ثاني عادي. الو عبدو، شنو رايك بلون شعري؟ العد والله هاي احبك قدام العالم اللي يصور مقطع. اني يا اخوان ما حد يقبل يجاوبني، ايش اروح لهم انا بنفسي؟ والله اروح لهم. يا اخوان حصلت احد من اصدقائي اقدر اخابره. اوقف ثواني اوقف. الو هاني، ما تشوفني مو؟ لا ما اشوفك وين وجهك. شو رايك بلون شعري؟ اوكي زين، ديقري ما راح يفشني، راح ادق على ديقري. اوكي ها اخوي اقول لك بس بسرعه قبل ما تكمل تمرينك، شنو رايك بلون شعري؟ شو يمشي يعني اللون؟ شنو مش تغير ما تشوفه؟ ها؟ ما تغير يا اخوان. ليش ما حد يترد فعل؟ والله اروح لكم لو ما تجاوبوني اطلع لكم اني. وينكم؟ بس هذا كل اصدقائي تعطينا ردة فعل حلوة منه جاي، بندق عليكم تجاوبون. يعني والله طالع لهم هسه بالحارة الشمس تصلخ صلخ، شوف وجهي حرام عليكم والله. بالنسبة للبط واق واق، وهذا بطله شنو ثواني؟ اي والله يقولون هاي مال ايش مول. لا جاوب عليه، لا ما يدخل عمك. تعال يا والله عمي، ما اجي خلاص بعد شو اسوي؟ والله الثاني لك، خليني عبر الشارع لا اسوي لك مشكلة والله العظيم. الله ياخذك يا كلب. انا اليوم عاكسه وياي، البط مختلف علي، اصدقائي مختلفين علي، دق عليهم ما يجاوبون، اهلي مختلفين علي، دق عليهم ما يجاوبون، الدنيا كلها مختلفة علي، حارة وشمس تسطر سطر، تعبت يعني. شوف الحارة شوف، ماكو الشمس، مفاجأة حاليا انا وصلت بيت اجبي، جايك اجبي، والله ما ادري شو دعاياكم اصدقائي. شنو رايك بلون شعري؟ وين؟ بس قولي لي شنو رايك بلون شعري؟ ها؟
ليش ما علي جاوب بيكم؟ شنو؟ انت ليش ما علي جاوب؟ ارض اخضر ادفع شعري، واحد يقول لي خرك، واحد ما يجاوب، اهلي ما يجاوبون. حلو؟ والله ما كنت متوقع هذا الشيء، اصلا ما انتبهت يعني. انا خبر الدق؟ ما خبر الدق رايك؟ شنو اخبرك؟ ارض اخضر ادفع لك، شو تقول لي انت؟ اقول لك والله شنو الجديد؟ شو ملا انتبه، شعري اصفر، شعري اصفر على حالتي. يقول لي شنو الجديد؟ ما يطرد الفعل صحيح شباب، والله ما يطرد الفعل. لا والله حلو. ها شوفوا، هاك شوف اصدقائي ما يطرد الفعل. هذا شعرك مو طالع اي اوروبي ترى، لانك امريكي. شوف شباب، هاي حصريات من قناه اتش بي يا اخوان. تمام، شو تضحك؟ ماي لايك ماي سناب. حبيبي وانا مضحك. ماجي ماجي اتش بي شلونك؟ عاد اسوي لك خدعه، الخدعه راح تخبلك باختصار. شوف هسه شنو؟ صور ايدي، ايش راح نسوي؟ احنا هنا عندنا 16 ورقه. اوكي حلو؟ راح نسوي اربع سراوات. طيب بهاي الطريقه، حلو؟ هسه ايش راح اسوي؟ راح اجي اكمل السراوات. اوكي اكمل السراوات، اكمل 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 لحد ما اسويها اربع سراوات. واربع ورقات، كل سراب اربع ورقات. طبعا هنا عندنا ورقه من الشباب، فراح ابدلها ثواني. اللي اريده منك ان تختار ورقه من ذني وتحفظها ببالك، بس يعني ما تقول لي اياها يا اخي. ما تقول لي اياها يا اخي. اوكي، وقول لهم للعالم. اخوان راح اختار بطاقه. قال ابو لا برتقال. اوكي، قول لهم. يلا تعال. اذا ما تعرف انا مو بس خدع تيك توك اسوي. خدع الريلا. انا خدع الريلا. يعني تعرف الورقه مالتي يا سته؟ طبعا هعرف الورقه مالتك، بس قول لي انت قلتها للعالم لو لا؟ شفتهم يا حبيبي. شفتهم للعالم؟ هسه ايش اريد منك؟ تقول لي ورقتك بيا سره من ذني الاربع سراوات. هذا السره؟ ورقتك هذا السره، متاكد؟ متاكد. هسه انا ايش راح اسوي؟ راح اسد 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 اسد. اجيب الورق كله اخليه فوق بعضه وارجعهن طبيعي. اوكي هسه ايش راح اسوي؟ راح ارجع اصفط الورق بنفس الطريقه بالضبط. ايش استفاد هنا؟ العبره، تدري وين العبره؟ باخواتي. هسه قول لي ورقتك وين؟ بياسره. ورقتك بهذا السراي؟ متاكد بهذا السراي؟ متاكد 100%. هسه انا لازم اعرف ورقتك. انا بعدني حد ما اعرف ورقتك. أوكي. بس راح احاول اعرفها. ايش راح اسوي؟ مره اخرى واخلي الورق كله تفوق بعضه هاي الطريقة، واجي اجيبه هيك شي زين، اوزع الورقة، اوزع اوزع اوزع، مستحيل اعرف ورقتك. حلو؟ يعني من سابع المستحيلات، ايش راح اسوي؟ راح اقسم الورق على اربع مجاميع. هسه انت اذا ما تعرف راح اطلع الورقة بنفسك، اختار مجموعتين من ذني. هذه اذا ذني يشيلهن، راح نبقي المجموعتين ذني. اختار لي وحدة من ذني المجموعتين. هذه نشيل هاي، بقت عندنا هاي المجموعة. سؤال استاذ اتش بي، هاي شيل خليها مو مشكلة. يا هي الورقة اللي لونها مختلف، ما اريد تشوفها. هاي الورقة هي لونها مختلف. اوكي اذا نبقي بس هاي الورقة ونخليها مكلة تفتحها. الورقة شنو هي؟ كانت خمسة. خمسة؟ اوكي عليك تفتحها قدام العالم. انا ساحر، ساحر باللون الاصفر. يعني ما متوقع ابدا نطلع الورقه لان تخبص عن كليتين. شفت شلون خبصت لك اياهم كليتين وخليتك انت تطلعها بنفسك مو اني. تدري ليش؟ نيت الساحر مو اني. اوكي يا اخوان، لان نكون وصلنا لهذا المقطع، اتمنى تكونوا استمتعتوا واحكوا لي شنو رايكم بلوني الاصفر يعني، وشنو رايكم بالخدعه اللي سويتها يعني. انت شوفتهم الورقه مو؟ احد هسه صافي ومخدوع بس. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't